ما زلنا مع بعض من الغون بارك دو لالاستي بتلبسان في هذا العدد الخاص في زاير فوت شو، وهذا السهرة على شرف وداد تلمسان العائد إلى بطولة الرابطة المحترفة الثانية موبيليس بقيادة الثنائي أو الثلاثي اللاعبين الدوليين السابقين اللي راهم قادوا وداد تلمسان للعودة إلى الرابطة الثانية. والبداية بخير الدين خريص اللي نرحبوا به. خيرو مرحبا بك. مرحبا بكم كذلك، نرحبوا بكم ونشكركم على هذه الاستضافه، وثانيا نشكركم اللي تشاركونا في هذه الفرحه نتاعنا. بيان سور مرحبا بكم اون كوريفو. والمساعد تاعو كمال هبري اللي نباركوا له على صعود هذا تعويدات تلمسان. مرحبا بك فيك. اولا مرحبا بكم عندنا في تلمسان، ونشكر قناه داير تي في اللي دائما تشارك الرياضيين في الحفلات تاعهم، ومرحبا بكم تشاركونا في الحفله تاعنا في تلمسان. ما ننساوش كذلك مدرب حراس المرمى بوزيان بن يمين، مرحبا بك. مرحبا بكم عندنا هنا في تلمسان وشكرا. نقول لكم برك فقط درنا شونجمون استراتيجيك، الرئيس راح يلعب في هذا الشوط الثاني في البرنامج على الجهه اليسرى. ساو ديرونج با الرئيس؟ با دي تو. ابا تري بيان. سي خريص نبدا معك. اليوم خلاص القبعه نحيتها، يعني اليوم بعد موسم كبير يقدر الواحد يتنفس يعني بتحقيق هذا الصعود بعد موسم قلت كبير لوداد تلمسان اللي كان الاحسن على ارضيه الميدان رغم الصعوبات رغم الاشياء اللي خصت خارج ارضيه الميدان. ياسر الحمد لله، اولا الفضل يولي الله سبحانه، كذلك باسكو ما يخفاش عليك فوتنا موسم صعب، باسكو الناس بالك يبان لهم سايتي فاسيل باسكو اون اكسيدي ا 5 جورني افون لا فان شامبيونا، سايتي فريمون ديفيسيل باسكو واجهنا صعوبات كو سوا سور بلون خمسه. شكون يديرها قبل خمس جولات يعني يديروها ابار لي كيكونوا عندك لاعبين ولا مسيرين بهذا الحجم باسكو سي دي باسكو ما يخفاش عليك. انا كان عندي الشرف لا ميم شوز صارت لي العام اللي فات فريق اتحاد مغنيه صادي اون اكسيدي كذلك 4 جورني ولا 5 جورني ولا فو باسكو خريس خير دير ولا هبري ولا بنيامينه ما يكونوش روحهم صابوا رجال وقفوا معاهم كو سوا سور بلون ادمينستراتيف ولا سور بلون تكنيك ولا سور بلون ميديكال باسكو هذو اللاعبين نعاونوا لي باسكو البليز امبورتون سي لي جوار هما اللي يكونوا في الميدان تو بوا افوار لي ميور ديريجون ولا الميور ستاف تكنيك تاع العالم. ما يكونوش عندك لاعبين عندهم رغبه وعندهم شغف وعندهم اصرار عندهم صدر عندهم اون اونفي دو صدر جعانين عطشانين جعانين وسيرتو عندهم ان بروجي سبورتيف اوتوماتيكمون تو سا فا فواري. والحمد لله هاد الصوالح بالك صبناهم في اللاعبين تاعنا هما ردوا النجمين اوتوماتيكمون صدر احنا عملنا وجهناهم ساعدناهم هما ردوا النجمين لا بروف لي شيف سون لا داروا صدر دي شيف ستراتوسفيريك صدر ارقام خياليه صح. 23 جورني سون ديفات في قسم صعب في قسم صعب وصعب باسكو انا نقولها صعب على الرابطه الثانيه وصعب على الرابطه الاولى جوري مين صدر تكون كاينه اون اكسيسيون من لا دوزيام ديفيزيون لا بروميير ديفيزيون تكون بلو فاسيل كو من لاماتور كيسموه نعم باسكو كاين تو كما قالها رئيس لجنه الانصار لا دنيا فور اللي بالمناسبه نحيوه باسكو حتى هو خام بدور كبير كبير جدا واللي هو شكون؟ جعفر بني جعفر يظهر لي بلي هذه لا ديفيزيون صدر تشوف كل شيء صوف فوتبول. الحمد لله بالك حنا البروجي سبورتيف تاعنا ولا لا كونسيبسيون تاع التخمام تاعنا ولا ليدي البروميير اللي جاتنا خممنا فوتبول صوف هذيك الصوالح باسكو كنت عارفوا بلا ما ندخلوا في لي ديتاي دوت دي شوز اكسترا سبورتيف يقدروا يعطلوا مسيره ولا يرجعوا فريق يقدر يكون في مخبره هذه. كاين بزاف يعني الواحد الكل يشكي من الكواليس راك تتكلم على الكواليس في هذا بيان سور باسكو كاين هنا صادر لو فات لي اون ايكيب لاكساد و دو ايكيب يطيحوا لا ديفيكولتي الي لا كاين دي ايكيب صادر كاين دي ايكيب سون سبيسياليست يسمحوا لي بالك جويز بيرسون بس كاين دي ايكيب في كاع لي مستوى كو سوا في الاست ولا في السونت ولا في الويست كتهديرهم لاكسيسيون ما يحبوش يطلعوا يقعدوا في هذه لا ديفيزيون هادو ما يفوس لو جو صدر يا فوالا نعم خير ربما لما يكون عندك مساعد يعني ان سونترال بحجم كمال هبري ما تخافش يعني حاجه ما تقيسك الريح ديجا ما يقيسكش كمال بون هي كما يقول لك الحمد لله هي الطاقم الفني متكون احنا بثلاثه نتعاونوا بعضنا باسي نورمال اني كما يقول لك لي زونفون د ليكيب نشكر المسيرين اللي داروا فينا هذه الثقه ونشكر الشكر الاول يولي للاعبين باسكو كما يقول لك كما قال زميلي سون لي جوار تي بو ريان فار الحمد لله حنا انا تروفي دي جوار كي ترافاي كما يقول لك كي سون سيريو ما يخفاش عليك بلي ليكيب تبدلت 95% سيتي با فاسيل باسكو او ديبي دي سيزون كون نيمبورت فينا بالك من البريزيدون روح
كون ميزي على لاكسيسيون واحد ما يميزيش على لاكسيسيون ما نكذبوش على الاصابه مي يوفير دي طون افيك لو ترافاي الحمد لله لو سيريو تاعهم هو اللي احنا اون اونسيان جوار لو سيريو تاعهم هو اللي خلانا باش نزيدو نعملو كثير سي با فاسيل باسكو يقول لك هاد الرابطه هذه يقول لك مقبره الفرق الكبرى صح باسكو لي غران زيكيب نشوفوا عندنا با ولا نشوفوا تيارت ولا نفدوا بالك عيل بيضاء ولا سي ديفيسيل بور نو باسكو علاش الواط حنا ما كنجو تو لي ماتش دي ماتش دو كوب هذه هي باسكو اوني اتوندي فكاع لي زيكيب نابورت كاي ليكيب تربح الواط بصح هنا ما تعودناش باش نلعبوا في هاد الديفيزيون مي الحمد لله بالتضحيه تاع المسيرين ولا تاع اللاعبين ولا ميم لي سيبورتر اللي وقفوا معنا اللي نشكرهم الحمد لله بالعزيمه وكلش وفق ربي وفقنا باش صعدنا و سي با فاسيل باسكو الناس يقول لك 15 بوان 23 ماتش سون ديفيس سي با فاسيل بالك كيما يقول لك الناس يقول لك هكا الشامبيونه ساهله باسكو اون ايكيب اللي تطلع هذه هي لو بلو ديفيسيل الحمد لله كيما يقول سي دي سيريو سي لو ترافاي كي باي اونكور اون فوا جو ريميرسي لي جوار على ليفور تاعهم باش ما تخسرش باش ما تخسرش 23 مباراة يعني لازم يكون عندك حارس مليح لازم يكون عندك مدرب تاع حراس يعني في المستوى السلام عليكم الحاجة الوحيدة اللي بغيت نزيدها على الأصدقاء تاعي وهي ما ننساوش الفريق تاعنا اللي كان العام اللي فات هذه ديزون غادي يهود للدرجة السفلى وهذه الدرجة السفلى وعلى نظن انا كون هود الفريق قادر يكون موت تاع وداد المسابقه آه كون هود الفريق لهذا الاخر كاع الناس تمشي وكاع يسمحوا فيه ويزيد يهود لتحت مالوريزمون كاين رجال ولاد الفريق مالوريزمون كاين رجال كاين رجال اللي تقدموا لهذا الفريق نعم. وقاموا بالدور تاعهم كما ينبغي ديجا نحييهم على راسهم مسيو نصرو سليمان ديريكتور تكنيك وسي غوتي بن موسى اللي قاموا بالدور تاعهم كما ينبغي والحاجه الاولى وهي اللاعبين اللي قاموا بالدور تاعهم كان عندنا ان جروب ما كانوش عند لاعبين كان عندنا ان جروب وخدم كثير تعب وصل النتيجه وصل نتيجه دار نتيجه ايجابيه وهي الصعود للقسم الوطني الثاني محترف ولهذا نحييه كان انصار كثير نظن ان هاد الانصار ما شافوش الفرحه تاع الفريق اللي كان يجيب لا كوبا راب لا كوب دالجيري نظن راهم متعطشين كثير لهال الملاعب راهم يتعمروا بدي جون دي جون سيبورتر تاع الفريق ولهذا نحييهم كثير على هذا الوقوف تاعهم وراء هذا الفريق الشاب والحاجه الوحيده اللي نزيدها نحيي المسيرين كما الحاج بن صفيه ومحمد غمادي وبومدين ربما امنوا في الفريق تاعهم وخدموا كثير باش وخاميس وخدموا كثير باش وصلنا لهذه المرتبه. نعم سي سليمان ربما تكلم مصطفى عن نقطه مهمه مقبل يعني على تلمسان فيها مدربين عندهم اسماء كبيره يعني نتكلم على عمراني نتكلم على بن يلس نتكلم على بوعلي يعني لما تدير الثقه في مدربين شبان راهم في البدايه تاع المشوار تاعهم التدريبي ربما البعض يشوفها كمخاطره بالنظر للاهداف اللي سطرها وداد تلمسان هذا الموسم يعني من غير ما ننقص من قيمه الطاقم الفني اللي راهو هنايا اللي اليوم اكد على المستوى تاعو واكد على الاحقيه تاعو بتدريب وداد تلمسان. انا نقول لك هادو ولادي خاطر انا كانوا لاعبين معايا نعم. ونعرف تعرف القيمه المعنويه تاعهم قبل نعرف لي كاليتي ولي ديفو تاعهم نعرف كيفاش نتسيروا مع خريس كمال ولا بنيامين كي نهضر معاهم ولا دحلب ولا هذه كاولادي نقول لهم هذيك الحاجه ما يعملوا بها دونك هذا الشيء ساعدني بزاف لان كل واحد كان عنده مهمه تاعو نعم كل واحد عنده الدور تاعو وهذا الدور كي كل واحد يعمل الدور تاعو ما كانش تدخلات لا مسيرين ما يدخلوا لهمش ما كانش هما المسيرين ورايا حتى واحد ما يجيهم لبيسير يقول لهم لعب فلان ولا خرج فلان هما مسؤولين على الطاقم على الطاقم الفني الفريق تاعهم نعم وحاجه اللي زدناها العام
زدنا لجنة الأنصار اللي هي كانت أكثر تنظيم هذا الموسم إيلو. كانت أكثر تنظيم عند ليغال دونك عملنا عندها الاعتماد عندها كل شيء عندها اعتماد تاعها عندها كل شيء دونك شاكا وكاين طاقم طبي سواء قام بالدور تاعو صح مزيان فكرتنا باش ما نساوش عندنا الطبيب تاعنا حتى هو والمساعدين تاعو مجندين يسمعوا الكلام يا يعني انسان بيوز بين كامل كل اطراف دون كل اطراف نعم كل اطراف كاين انسان بيوز دون لو ترافاي و احنا كعائله واحده نعم كعائله واحده نخدموا كنت يا دي بروبليم نجمو ما يكونش عندنا اختلاف الاراء ولا هذا ولكن كم نستهجو باش الوداد تكون في المستوى نعم والوداد كانت في المستوى في هذا الموسم لنعود ليه في هذا الموضوع لزميل محمد العلمه 4 جولات قبل إسدال الستار عن بطولة الهواة انتزع وداد تلمسان تأشيرة الصعود إلى الرابطة الثانية حينها فاز الوداد بإقناع على مستضيفه شباب سنجاس بهدفين لهدف واحد وداد تلمسان أثبت منذ بداية الموسم أنه الفريق الأجدر في مجموعته بحجز كرسي الصدارة لا سيما في الجولات الأخيرة كيف لا وهو الذي صعد برصيد 60 نقطة وبفارق 14 نقطة كاملة عن ملاحقه المباشر أولمبي أرزيو مسيرة الوداد نحو العودة إلى القسم الثاني كانت صعبة في منطلقها فالفريق لم يتذوق طعم الفوز في جولات الثلاثة الأولى وبعد تعادلين وخسارة واحدة وضع الفريق نفسه على سكة الانتصار والمحطة الرابعة كانت البداية رحلة التلمسانيين نحو القسم الثاني توقفت في المحطة أو الجولة السادسة والجار أمل مغني سبب العطب ألحق به خسارة بهدف ذلك الهدف شحن قطار كتيبة القائد خير الدين خريس بعزيمة وثقة كبيرتين والنتيجة لم يتعرض بعدها إلى أي تعثر إلى غاية استلام ورقة صعوده من محطة أو ملعب بومزراج بشلف عند الجولة 26 فبعد موسمين من الغياب ها هو وداد تلمسان يبدع هذا الموسم لم يتعرض للخسارة سوى في مناسبتين عاد الوداد إلى الرابطة الثانية ومعه عادت أمال الزيانيين إلى رؤية فريقهم يصنع إنجازات جديدة ولم لا العودة إلى مكانته الحقيقية بطولة النخبة إذن كان هذا مشوار وداد تلمسان أو أهم المحطات في مشوار الكبير لأداه وداد تلمسان هذا الموسم مصطفى ربما السؤال لعطيك الكلمة ليك نعرف يعني الاحترام الكبير اللي عندك يعني بالنسبة لهاد اللاعبين السابقين وانت اللي راح تطرح لهم الأسئلة مصطفى بيان سور نحبيت نقول الخريس أكل مومون à quel moment يعني عرفت باللي يا بون كو ا جوي باسكو راكم تقولوا باللي ما سيتي با بريفو يعني في لو ديبي دو سيزون سيتي با بريفو تلعبوا لاكسيسيون à quel moment عرفت شريك بالك في لا بريباراسيون فيزيك باسكو سيتي لا فاز شارنيير ولا فاز لا بلوز امبورطون تاع لا سيزون اوتوماتيكمون كي يجي في الانتر سيزون في الصيف قبل الانتر سيزون في لا بريباراسيون فيزيك باسكو في ديبي دو سيزون لا بريباراسيون دافون سيزون باسكو كي تحط واحد الحجم تاع العمل اللاعبين ويجاوبوا لك وما يكونش فيه صدر ما يكونش فيه اول اصابات باسكو تعرف بلي راه عندك مجموعه من الجنس تعرف بلي عندك باسكو لو سيريو تاعهم اوتوماتيكمون لا بريباراسيون فيزي تعرف بلي اون كونتر بارتي كاين اون بون بريباراسيون فيزي هاد الصوالح اللي ساعدونا باسكو لا ديفيرونس لايت نيشان بالك كان جوار تاع لا جياسكا ولا تاع الواط ولا تاع تيارت ولا تاع لامسيو عندهم لو ميم نيفو تكنيك لا ديفيرونس اس في سو بلون فيزيك اي سو بلون مونتال سورتو سور بلون مونتال كي اوتوماتيكمون كي يتجاوبوا اللاعبين سور بلون فيزيك يحملوا لك هذيك لا شارج سي تو بريسك يتحداوك اوتوماتيكمون تعرف بليك يكون كي فيه مردود احنا بالك في الديبي جاونا دي ديفيكولتي باسكو كانت كاينه بريباراسيون فيزيك شويه بوسي مام حنا كنا نساتوندي بلي بالك لو ريتم دو كروزي ولا لا فورم سبورتيف تاعهم يبداوها بارتي لا 6ème 7ème جورني وهذاك الشيء اللي صرا والحمد لله كان فيه رد فعل. و اسكو يا يو ان مومون هكذا وين يا يو دي دوت يعني شكيت باللي فيه
فوتنا بالك جا هكذا ندوت باساجي باسكو كنا لا دنيا فوق نهضروا انا والمناجر اللي نحييه باسكو نسيناه ما هضرناش عليه نحييه المناجر تاعنا يوسف برحال يلايتي دريير برمير مو يلايتي دريير لو ريكروتمون تاع هادو لي جوار اولا باسكو سي ان كونسيسيون 90% من التعداد تبدل 90% باسكو هو سي ان انسيان جوار اولا صدر يعرف 90 الاخرين لعبوا لوليغاسيون الموسم الفارط يعني ما تقدرش تخليهم لا و سي با ايفيدون باش تجيب دي جوار هكذا باسكو في هذه لا ديفيزيون سي با برمير مو يفو لي كونفانك و دوزيامون خص تكون ان كونيسور وهو الحق كذلك ساعدنا انا بيرسونيلمون ساعدني باسكو الى ايتي او فوري او مولان بعدا في كاع لي ميسيون يخدمهم لك دي فوا شي صوالح اكسترا تو صرا قلت لك نولي للسؤال تاعك كنا هضرنا عليها بالك السول مومون دو دوت اللي صرا لنا كنا لعبنا كونت دو زيكيب تاع مغنيه لعبنا مغنيه عاود لعبنا في الرمشي عاود لعبنا لا كوب دالجيري لعبنا لا كوب دالجيري درنا ماتش اوريب كوم سا سا بو اريفي باسكو دروك افيك نيكسبيريونس سا بو اريفي نيمبورت كيل ايكيب تفوت اكوتي في هذاك الماتش مي بصح دخلناش اوتوماتيكمون سيتي السول مومون بصح دو جور الحمد لله بصح دير كوم شاك اونترينمون يتمنى كي تكون كاينه اون ديفات الماتش دابري يجي لو بلو تو بوسيبل وكي تكون كاين ان فيكتوار ماذا به ان انترينور تبعد عليه باسكو بور سافوري ولا بور هذيك لا فيكتوار حنا جانا جوست ابري ان ماتش كونت مديوني وهم رم معنا لي جوار عملنا اون رينيون شوك في فوهرن كنا غير حنا وهما كان حاضر معنا سي برومي ماتش تاع سي بنيامين هضرنا صافي هضرنا سي دي لي فيريتي اون فاس هكذا زافي كروفي لابسي فوالا اون كروفي لابسي اوفان لابسي يافي با دابسي اصلا باسكو كنا عاد ما وصلناش هذيك السيزيام ولا سيتيام جورني تاعنا اوتوماتيكمون عرفنا الخطه تاعنا عرفنا بلي اوتوماتيك هذاك لو سول شومان اللي يوصلنا سيتي لو ترافاي لو سيريو لا فرانشي سورتو اون تو دارنيير كيستيون سي كو بون انا عارف المشوار تاعك وتاع كمال باسكو فوزات براتيكمون لا ميم جينيراسيون فوزافي جوي تري جون اون ايكيب سينيور سي بيان سا تري جون تري جون كنتو تلعبوا ديجا في ليكيب سينيور جي رماركي سي سؤال كمال هبري ولا خيرو في زوج فعلا يحبي ريبوندي خيرو برد يحبي ريبوندي انا شوفو سي دارنيير جورني انا شوف دي جان عم يدخلو انكور دو جو اسكو سي لافونير هاد لي جان هادوما انا جيتي ان بو ايبلوي بار لو نيميرو 20 وقال اللي دخل اون دوزيام ايتون اليوم سي ما شفيتش مليان numéro 20 c'est bien ça est-ce que la génération hadi les rahi jaya fiha quand même Kamal Habri est-ce que fiha khair on va dire est-ce que bon je pense que l'avantage qu'on a cette année c'est qu'on a un groupe qui m'a gâché Bouzi on n'a pas des joueurs voilà c'est vrai il y avait qui m'a dit que la galb on était obligé de choisir les 11 mais même les autres كان عندهم une place titulaire l'avantage qu'on a alhamdoulillah on a presque les joueurs de cri تاع la formation تاعنا كما بفوله ولا حجي ولا جلايلي ils ont un avenir هذه هي mais on doit les suivre c'est ça le problème حنا كنا في تلمسان c'est que chaque année on change une équipe on change des entraîneurs هذه هو المشكل اللي وصلنا باش الوداد ما توجور اللي سقط الدرجه الثانيه عاد ماتير سي بور سا حنا كما نقول لك دروك الحمد لله صعدنا On doit penser à l'avenir. L'avenir, c'est que nous, depuis toujours, la formation est ça. En 98 ou 97, on était champion arabe, on a eu la Coupe d'Algérie. On avait 22 joueurs de la formation. Il y a un joueur d'Afrique. À part Issaïd Al-Ali, c'est ça l'avantage de l'équipe. C'est pour ça qu'on doit aider cette génération. Nous offrons des possibilités. pour avoir un avenir meilleur. Alhamdoulillah, on a des joueurs, on doit les aider. C'est une question de moyens et tout. Kamal, on a entendu beaucoup aujourd'hui, منذ أمس يعني في تلمسان لما تكلموا مع المصريين اسم اللاعب فولا اللي تكلمتوا عليه اليوم ماذا بينا يدروا هنا نسمعوه شوية وينو مخبي روح هضر معنا شوية من تم كاين ميكرو كاين ميكرو من تم نعم شعلوا دابا بصح شفتوا لا يمشي فوالا يا ان بوتون فوالا سي بون تفضل تكلم الميكروفون مفتوح نعم تكلمنا على الموسم هذايا كيفاش جاء التتويج هذايا كيفاش جاء هذا الانجاز الصعود الى الرابطه الثانيه بعد موسم يعني ماشي كل الفرق اللي تقدر ديرو بون الحمد لله يا ربي هاد العام وهاد الصعود جاب بفضل الجميع بفضل الطاقم الفني الطاقم الاداري بفضل اللاعبين اللي كانوا رجال
والطاقم الطبي والحمد لله يا رب سيرتو ثاني في الانصار اللي وقفوا معانا والحمد لله يا ربي باسكو هذه الوطن ماشي المكان تاعها ان شاء الله يا رب نزيدو نشوفوها العام الجاي ان شاء الله تلعب لاكسيسيون تولي لبلاصتها مكان تاعها الحقيقيه اللي هي بريمير ديفيزيون وان شاء الله نزيدو يفرحوا ويلعبوا على الالقاب ويكون الخير ان شاء الله. سي سليمان تكلمنا على الانجاز تاع هذا الطاقم الفني فرحنا اعطينا اخبار هل نفس الطاقم الفني راح يبقى الموسم الجاي على راس وداد تلمسان فريق وداد تلمسان؟ انا جيت توجور بروني لا كونتينيتي دون لو ترافاي وان شاء الله نخدموا اليد في اليد باش نعاودوا نكونوا في المستوى خاطر التقليع هي الصح. صح dans une semaine on va discuter ma c'est vrai باش نوجدوا الموسم الجديد وراه عندنا كما قال راه عندنا مانجر اللي هو صغير حتى هو اونسيان جوار حتى هو تاع الفريق اللي خدم قام بعمل كبير دون لو كاد دو لا كورديناسيون دون لو ترافاي دونك حنا Nous sommes qu'à une seule famille. Toute cette équipe dirigeante, plus le staff technique, le staff médical, tous ceux qui ont collaboré et qui ont fait un bon travail, continueront à faire dans leur mission. Donc, il y a Khairo, Kamal. Il n'y a aucun problème. Ah, ma chose, c'est problème. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. سي بن يمينة تكلمنا من دون شك يعني انجاز مثل هذا يتطلب قوه تاع مجموعه يد واحده لكن من دون شك كاين دي جوار كلي لاعبين اللي يكونوا القاده يعني خاصه في الفيستير او نيفو دو فيستير شكون اللاعبين اللي كانوا يعني يلعبوا هاد المهام في فريق وداد تلمسان؟ هي في الحقيقه كاين بعض الجواري اللي يقول لهم هما اللي يقودوا المجموعه que ce soit في الترونسبور كي نجيو غادي للملعب ولا في الفيستيار ولا في التدريبات كيما بوخيار كيما بالحاج كيما كيما السعيدي كاين بعض اللاعبين اللي عندهم تجربه في الفريق وهما اللي يقودوا الفريق الى النتائج الايجابيه. وشكون كان يدير لومبيونس بن يمينة؟ لومبيونس كان يديرها المهدي. وين راه المهدي؟ بودلاه نعم بودلاه نو نسمعوك اخويا مهدي تفضل. سلام عليكم عدنا شكرا في خاطري نبلغ واحد التحيه بعد الجعفر رئيس انصار لجنه انصار والطاقم الطبي اللي ما تقدرش تحرك اي فريق يتحرك بلا طاقم طبي وانا باش درت هاد لومبيونس وقدرت نعاون صحابي وكان عندي دور صغير لقيت راحتي هنا في هاد الفريق وخاصه المدرب خريص نشكره مع الطاقم تاعه. تلعب العام الجاي ما تخافش ان شاء الله. تفضل تفضل. الحاجه اللي نقولها كما قال تانيك الشيخ بن يمينة كان عندنا جروب نعم كاين لاعبين بصح كاين جروب والحاجه اللي نقدر نقولها تانيك ان شاء الله كيما فرحه الولايه وفرح الوالي واي واحد خارج الفريق فرح احنا يكملوا لنا ان شاء الله فرحتنا ويتفكرونا ويعاونونا المستحقات تاعنا هذا واش خاصنا باش نكملوا فرحه ثانيه. السلام عليكم. الجواب عند الرئيس السيد سليمان. راح نفكروا في هذا مشكل كبير. نعم. وراح نفكروا فيه باش نكونوا فور كون ريسبكتون زونجاج. نعم. هادو اللاعبين اللي تشوفهم كيما قريص وهبري وبن يمينة. نعم. هادو نقول لهم انا سيني ويسينيو. عندهم الثقه فيا ولا ما عندكمش. حبي يحصلكم. خيرو شحال خطره نمشي لعندو يقول له هذاك
هذيك الحاجه كيفاش؟ يقول لي اخويا دير لي كيما سحب من سوا وانا خليني تروح كيف. لهذا تكلمنا عليك سي سليمان لحتى في الجزائر يعني في العاصمه نعرفوك انك الواجهه والمصداقيه تاع وداد تلمسان. مصطفى حبيت تقول انا حبيت نهضر مع لونتينور دي غارديان بيوت باسكو نعرفوا بلي وداد تلمسان في شاك ديسيني كاين ان غران غارديان مزاير زيتوني دابور بن يامينا فياوي بسعود بسعود بن سعود بن يامينا مزاير اسكو بسعود اللي عنده رقم قياسي اللي رونتري دون غينيس دي ريكور يعني شاطر شاطر اللي جام شاطر نعم دير صح مي نو انا نهضر على لي غارديان بوت اللي تفورماو هنايا اللي باسكو سي فري يا يحملنا دوسي يا يقواوي مي انا نهضر على ولاد الفريق حجاوي اوسي اكزاكتومون حجاوي نسيتو حبيت نسقسيك اسكو كاين في لي غارديان بوت اللي عندك ولا في اون فادير في لي جون هذوك لي 19 ولا لي او 20 ولا اسكو تشوف انت يعني كاين حراس اللي يقدروا يلحقوا حتى الفريق الوطني كيما لحقوا اللي قبلهم هي ستادير كاين في لا فورماسيون اون ايبو دي جان كاين دي زونترونور تاع لي غارديان بيت مي مونك ديكسبيريونس ما داروش دي ستاج لحد الان راهم يبداو يديروا دي ستاج نورمال كيطلع اون سينيور عندي يكون ديجا بري بور كونتيني لو ترافاي تاع لونترونور دي غارديان بيت هي العمل اللي قمت به لا فيريتي كنت نشوف حراس المرمى كي كنت قدام اللعب كنت نشوف حراس المرمى اللي كان عبروك العام السبع البشير السبع هاد الحراس المرمى اللي كنت نشوفهم يلعبون غير منهم كي نشوفهم في لي بلونج ولا اخر نبقى نحوس وليت نديبلاسي حتى التدريبات تاع بعض الفرق نشوف تدريبات تاع حراس المرمى كيش يخدموا من ذاك النهار وليت ندي بعض التمارينات منا ومنا ونخدم بوحدي مي كان في لي زاني 80 كان معنا بهمان الله يرحمه كنت نخدم تدريبات ما كانش بكري المدرب تاع حراس المرمى كنت نخدم بوحدي وبشويه بشويه كي كملت لا كارير تاعي كوم غارديان بيت وليت كونفرتيت لونترينور دي غارديان بيت من تما وليت ندير دي ستاج درت دي ستاج وليت نخدم مع دي غارديان بيت الغارديان بيت الاول كاين مزاير كاين حجاوي كاين زيتوني كاين معطله كاين بوكو دو غارديان بيت خدمت معاهم اسكو دركا في الفريق كاين دي جون اللي او نيفو دي جون او نيفو دي جون راه كاين دي غارديان بيت مي اللي قال لهم خدمه كاين دي غارديان بيت هذيك اللي عندك الخدمه كاين الخدمه كاين توجور كاين الخدمه مصطفى لما نشوف يعني هو كمال بنيامينا يعني نشتاق لهذوك الايامات الكبار تاع وداد تلمسان جوج مرات يعني الحائز على كاس الجزائر كاس العرب يعني في يعني احسن تتويج بالنسبه لوداد تلمسان وراهم هذوك الايامات خير وراهم هذيك المرحله هل هذيك المرحله قادره تعود في وداد تلمسان؟ نتمنى ان شاء الله نتمنى باسكو توصل يجيب عمل ويجيب وخوف رجال كي توفر هادو زوج صوالح اوتوماتيكمون الكلوب يعاود يرفسون لي زدونطون خير واش اللي كان في وداد تلمسان هذيك المرحله واليوم ما كانش يعني للفريق يتواجد في لعب في قسم الهوات بالك هذه لي ديس دانيير زاني اولا سي انستابيليتي سور بلان ادمينستراتيف هي اللي اثرت على سور بلان تكنيك باسكو شاك اني كاين ان بريزيدون اوتوماتيكمون شاك اني كاين ان بريزيدون يجيب سون ستاف تكنيك ولا سي ستاف تكنيك وسورتو في لا فورماسيون لتحت انا نتكلم في الديبيو سيزون وهضرت تمام العام اللي فات في المغنيه ان اونترينور سينيور الي لا باش يتبدل سي نورمال فيزيبل كاين دي ريزولتا يقعد ما كانش مي بصح حنا تمنيت في لي جون يقعدوا لي ميم ستاف نو سيراس يعطيهم غير ان سيكل اولمبيك باسكو ان سيكل فورماسيون اكزومبل انا راني في الاو 13 نبني حيط هكذا كمال اللي يجي مورايا يكمل الحيط حنا اوتر شو سا باسي سادي اللي يجي يهدم الحيط عاود اون اوتر فورماسيون عاود اون اوتر بروسبكسيون سادي جامي اون افونس اون بو افونسي سي بور سولا كنخليو لي ميم ستاف ولا تكون كاينه اون ستابيليتي سور بلان ادمينستراتيف اس ريبركوت على سور كوتي تكنيك تو سا دوني بون فورماسيون و سي سكي افي لا فورس تاع الوا تاع بكري بالك لا سادي لا ستابيليتي او نيفو ادمينستراتيف كذلك بيان سور ما نقدروش نكذبوا على روحنا الكوتي فينونسي يجو ان رول تري امبورطون نعم
سيد سليمان نفس السؤال. انا جاي لك ما تقلقش. في الاطار كان تنظيم خاص لوداد تلمسان كانت اللي تديريجي با لي زونتربريز دو ولايه. ونحيوا كامل مدراء هذه الشركات الولائيه اللي عملت. وكان باغ اكزومبل عندنا بريزيدون يخدم 2 3 ans كرئيس بصح كي يخرج يقعد في كوميتي ديريكتور تاع لو كلوب. نعم. وهذاك الشيء اللي وصلنا باش حققنا على النتيجه تاع كوبا راب. وكان عندنا هذاك الوقت اونترينور اللي قعد بوندون 3 ans هو مهداوي اللي فورما هذه ليكيب اللي وصلت. عبد الرحمن المهداوي اللي نحييوه يعني صديق تاعنا اللي نحترموه بزاف بالمناسبه نحييوه تحيه كبيره. نعم. وجا عمران دا كوب دالجيري وجا ابتسام دا كوبا راب. عبد القادر عمراني. نعم. عمراني لا في توت سي كلاس او نيفو دو كلوب كلاعب كاداري كمدرب. صحيح. فئات صغرى لا بريمير كوب دالجيري اون 94 ديناها مع عمراني. دونك كان من الناس كانت تخدم افيك لا كونتينيتي. كوب دالجيري جونيور انت ولا بريمير بريمير جونيور تاع الوطن هذاك جونيور 94 كمل هبريده دونك هادو الصوالح كي تكون لا كونتينيتي دون لو ترافاي الامور تمشي. نعم. وحنا ما نسيناش كذلك تاريخ وداد تلمسان. راح نعود ربما على اهم المحطات تاع المحطات الكبيره لوداد تلمسان في الماضي في هذا التقرير في هذا الموضوع من امضاء الزميل فضيل حفيد. وداد تلمسان واحد من الأندية الجزائرية التي رسمت مسارا متميزا ونجح في ظرف وجيز من فرض نفسه كرقم مهم في البطولة الوطنية لكرة القدم. وإذا كان الوداد قد عاش مرحلة صعبة بعد تأسيسه عام 1963 إلا أنه تمكن من بناء نفسه ودخول معترك الأندية التي تأسست قبله. وبدون شك أن الجيل الذهبي للوداد ما زال يذكر عام 1974 الذي لعب فيه الفريق بقيادة حارسه ماركوفيتش نهائي كأس الجزائر. القسم الأول تردد عنه الوداد وكان في الحقيقة يكتسب التجربة، ولا يختلف اثنان في أن وداد تلمسان قد سجل اسمه بقوة في البطولة بداية من التسعينيات لما صعد إلى القسم الأول واستقر فيه حتى نال لقبه الأول في كأس الجزائر، لقب فتح طريق لألقاب أخرى كالكأس العربية التي نالها الفريق عام 1999. ولا بد من القول أن الفريق قد كتب قصة طويلة من منافسة الكأس التي خسرها 3 مرات، لكنه كان في كل مرة يجدد العهد مع إرادة البقاء في الطريق السليم بعيدا عن كل المناورات والشكوك، وهو ربما ما جعله يدفع الثمن في عدة مناسبات آخرها كان سنة 2015 والتي نزل فيها الفريق إلى قسم الهواة، مكانة لا تمت لصلة بفريق أنجب العديد من النجوم وكان مثالا طيبا للروح الرياضية والاستقامة. وبدون شك أن عودته إلى الرابطة الثانية هي حق أعيد إلى أهله في انتظار استرجاع مكانته المستحقة في الرابطة المحترفة. كما قال الفضيل حفيد مصطفى يعني العودة هذه للرابطة الثانية هو حق أعيد إلى أهله بالنسبة لوداد تلمسان. مصطفى بيان سور أنا قلت لك كي بدات الحصة قلت لك أنا ما نشوفش بطولة تاع كرة قدم في الجزائر بلا وداد تلمسان. فيه يعني فرق واحد اخرين ماش نهضر على تلمسان، بصح جو بونس كو شامبيونا في 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 دون سبي سون لوات كيما يقولوا سي كوم شربة بلا الملح. هنا الحريره اللي بنينا مصطفى. نعم. هنا الحريره اللي بنينا ماشي شربه. سي كوم سي بون باسكو حنا نديرو شربه نهضر على شربه. سي كوم سي دير حريره وما دير لهاش الملح. فوالا دونك فوالا فوالا ان فوتبول فوالا ان شامبيونا سون الوداد. نعم. دونك كو لو وات روفيان روفيان لا ليغ 1 في انتظار العوده في انتظار العوده للرابطه الاولى. ان شاء الله ان شاء الله.
باسكو انا جو مي رابيل لي 18 ans هادوك اللي جوزوهم الوات من 91 حتى 2009 المرحلة اللي استفدت منه حتى 2008 pardon حتى المنتخب الوطني يعني استفدت بهذوك اللاعبين من المرحلة هذيك الكبيرة تاع وليد الجنة justement bien sûr parce que il fallait voir انا je me rappelle la période هذيك كي لحقت لا جينيراسيون خريس يا دال هاشمي جلطي اكسيتيرا دحلب بالتاج مزاير كي فوني ان بو ابري كي سي بيان سام هانيش غالط جا ان بو بلوتو ان بو بلوتار جا هذه لا جينيراسيون هذه انا جو مي رابيل في الجي بار اكزومبل كي تروح تشوف ليكيب هذه تلعب ستاد لي كومبلي باسكو اون اي سور دو فوار دو بو فوتبول انا جي دي سوفونير تاع سي ار بي كونتر الوات بوت تاع صحراوي سيني سوفونير سون كوربون تشوف نيفو فرانشمون يعني لي جون تاع دركا بالك ما يامنوناش مي سانريا انفي يعني مع واش راهم يشوفوا درك في لي شان ساتيليتار نعم يخلصوا ويشوفوا وي تيلمون سيتي في بولورين تاني بوت باس ديسيزيف تاع خريس جو مرابيل بلوس شكون لي ماركا كونتر المولوديا في بولورين تلمسان الحراش بوت دو بوت تاع جلطي سي سيتي دو لا فولي استادير فوالا سكي نوزا ماركي حنا دو موا ما جينيراسيون هنايا كي نشوف ليكيب هذه تاع تلمسان نعم. علاش قلت لك سام في مال او كور دو فوار اون ايكيب كيما هذه يعني طاحت وزادت طاحت سي فوالا دونك نظن انايا وداد تلمسان ماهوش في بلاستو في لا ليغ 2 تسمع بريزيدون وداد تلمسان بلاستو في لا ليغ 1 رانا سي سليمان رانا ننتظروا في عوده المدرسه مدرسه الوداد الواجهه ان شاء الله تعود مدرسه الوداد تلمسان بالعمل انا داير كومبريسيون اسمع لي تعود بالعمل ان شاء الله بيان ان شاء الله وكم نخدموا باش هذه الوداد تكون عائله واحده ونعملوا pour que l'intérêt général soit préservé. Non, inchallah. هذا هو. لا خاطر كي يكون لانتيري بيرسونال هو انسان يفتش على لانتيري بيرسونال ما ينجمش ينجح. بصح الا فتشنا على لانتيري جينيرال ونسمحوا شويه من حقنا والله الا الوداد تروح. وداد تلمسان اللي حقق صعود هذا الموسم هل الصعود للرابطه الاولى يعني في الموسم الجاي راح يكون هدف تاع وداد تلمسان؟ بالنسبه للاداره يعني. هي قضيه امكانيات نعم ما نكذبوش على رسالنا رحنا تكلمنا مع مدير شباب الرياضه وسيد الوالي اللي نشكرهم بزاف باش نعملوا اون فيش تكنيك نعم يا بيجي بريفيزيونال باش نحققوا على هذه النتيجه نعم خاطر هذه النتيجه ما تجيش الا بالعمل خصنا هذو لي جوار باش يكونوا هانين كونوا مخلصينهم نكونوا يخدموا حنا في لو بلان هالعام انا جيري لو كلوب افيك ان اسبري اماتور مي دون ان كادر بروفيسيونيل لي ريغروبمون دارو لي ديبلاسمون لافيك كلشي واجد نعم دونك هاد الصوالح يساعدوا اللاعب في الميدان ويساعدوا الطاقم الفني نعم خير الدين هل وداد تلمسان قادر انه يلعب على الصعود ان شاء الله الموسم الجاي للرابطه الاولى يظهر لي كما قال البريزيدون جو نافير دو مويان سا دي ان فونكسيون دي مويان اون فاتراسي لوبجيكتيف ما نقدروش نكذبوا على الناس صدر اولا سا دي فو ريغولاريزي هادو الناس الامور باسكو الوطا ا لونتون ما خلصوش ما كان في 4 موان 4 موان معليش 4 موان كاين ديجا جوار عندهم ما نكذبش عليك باسكو لو بروبليم نيميرو 1 نعم اون فا فيكولي موفيز ايماج صدر و تو سا سا tout ça ça se répercute à le club le fait les comme si ou hado le haq zama parce que ils ont beaucoup travaillé même hado les dirigeants le haq c'est plus le problème balak raf la balle dans le compte tali pouvoir public balak ils y donnent un peu plus automatiquement hado ils sont régularisés ou on aura passé une saison parfaite que ce soit sur le plan financier ou sur le plan technique ou tout cela
سي اون ايماج كون دو فيكول تاع الوات تبعنا من بعد باسكو اتونسيون ان جوار كي كون تي ني با ليغاليزي سا دي كريديبيليتي فوالا ميم كلوب الكلوب سكوبير ديال الكلوب سي لا كريديبيليتي تاعه ولا موفي بلاير سي فو زالي مدير قال لي كلوب دارجيلي هكذا مي بصح حنا انا بيرسونالمون عشت ولا كمال ولا الشيخ بوزيان عشنا في لا مير بيريود تاع الوات اون ايتي بي من ديبي دو سيزون حتى لا فان سيزون كلكو سوا الكلاسمون تاعنا تو سا سا سي ريبيركوتي على ليماج تاع الكلوب يجيوك دو بونجو يجيوك ناس يامنوا فيك تو سا نعم كمال اولويات الموسم الجاي بون حنا ميتنون دو بونسي لا كيما قال لافينير سي فري سي تو دي بوان لي مويا كيما قال بريزون اي تو On ne peut pas dire qu'on va jouer l'accession directe parce que c'est question de moyens. Alhamdoulilah, il y a la patte, il y a des joueurs. Nous les remercions parce que c'est bon avec nous. Quand vous avez dit que vous avez dit que vous n'avez pas aimé ça. Si vous n'avez pas aimé ça. C'est d'accord. Je vous remercions les joueurs qui nous remercions et qui nous remercions. Et qui nous remercions de ce fariq. Maintenant, moi je lance un appel aux salotats locales. Parce que quand on dit 500 millions ou 1 milliard, c'est peu pour une équipe qui peut jouer l'accession. C'est vrai qu'il me dit que M. DGS va parler l'année prochaine. Le Haraïs n'a zéro chouïa. Non, il va parler l'année prochaine. Je vais parler de l'année parce que les joueurs ne sont pas chassés en 4 mois. Moi, qui me dit que mon avis, parce que les joueurs, le fait qu'ils aient. Moi, comme entraîneur, là, je préfère au moins garder le statut TI. Après, je pense l'année prochaine. Non, parce qu'on ne peut pas penser l'année prochaine, c'est que l'année dernière, nous avons fait le groupe. C'est le groupe, c'est ça. Moi, ce que je demande à l'autorité, c'est que régler le problème de la finance, après, ça sera facile de penser l'année prochaine, Inch'Allah. سي بنيامين راح نختم معاك البرنامج ما بقاناش بزاف الوقت ربما 30 ثانيه برك نختموا معاك البرنامج تفضل هي ستادير لاني بروشان باش تقول طلع البريمير ديفيزيون سي تري ديفيسيل نعم علاش هي لو نير دو لاغير هي هو المال هو المال ستادير الحاجه الوحيده اللي باش تجيب جواره في المستوى باش يعاونوا هذا الفريق باش يطلعوا البريمير ديفيزيون اللي قلهم دراهم ما تجيبهمش ب 15 مليون ولا 20 مليون تجيبهم بمال كبير والحاجه الوحيده هي اللي نزيدها وهو العمل نعم ان شاء الله العمل تنجم بالعمل والطموح تنجم تطلع البريمير ديفيزيون نعم خبدي نحب نزيد قبل ما نختم جودري ميرسي هادو كاع الناس اللي ساعدوا بيان سور باش هذا الفريق صعد ريميمون لا بريس كريت و سورتو مسيو بوعلام العلام اكس بريزيدون تاع لي ار بي ام مغنيه راه معنا حاضر هنا ساعدنا وساعد الفريق وساعدني انا بيرسونيلمون العام اللي فات في اتحاد مغنيه جو صدر نشكره بيرسونيلمون بيان سور كلمه الناس كاع يتكلم على المانجر راح نخطبوا من المانجر كلمه اخيره تاع المانجر سينو يغضب بنا ولا ما يجيبش لاعبين تفضل سي بون تفضل اولا نرحبوا بكم بقناه الجزائر تي في ونشكر لكم على المجهودات اللي راكم تقوموا بها والحمد لله احنا ربي وفقنا هذا العام الفضل يعود للجميع جميع احنا لا فورس تاعنا هذا العام كانت في الجروب الاداره اللاعبين ستاف تكنيك ستاف ميديكال الحمد لله لا فورس تاعنا كانت في الجروب ونتمنوا السلطات ان شاء الله باش يعاونونا العام الجاي ان شاء الله ونشكروا كاع الناس اللي دارت فينا الثقه والحمد لله ما خيبناهمش ونشكروا الانصار والحمد لله اللي ربي وفقنا والله يعطيكم الصحه بارك الله فيكم وحنا نشكركم بدور النهار نشكروا وداد تلمسان على الاستقبال تاعو في مدينه تلمسان على راسهم الرئيس سليمان اللي كان استقبال يعني في المستوى برا اخرى مبروك عليكم على الصعود الى بطوله الرابطه المحترفه الثانيه في انتظار ربما رؤيه العوده تاع وداد تلمسان الى الرابطه الاولى اشكر كل من ساهم في اعداد هذا البرنامج لكم انتم مشاهدينا الكرام نلتقاو في مواعيد اخرى على فرحكم إلى اللقاء